وكل عام والأمة الإسلامية بألف خير الأوقاف تحيي ذكرى الإسراء والمعراج الليلة. معي الهاتف الآن الدكتور صبري عبادة، مستشار وكيل وزارة الأوقاف. مساء الخير يا فندم، وكل سنة وحضرتك طيب والأمة الإسلامية بألف خير. كل سنة وانتم طيبين والعالم كله بخير يا رب. طيب يعني خلينا نتوقف أمام هذه المعجزة وهذه الذكرى الحقيقة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. كل عام تأتي هذه الذكرى وهذه المعجزة بجديد، لأنها المعجزة المادية الباقية إلى الآن من معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم والرسل السابقة، حيث ينقسم المعجزة إلى معجزة مادية تنتهي بنهايتها أو بالأثر المعنوي والمادي الذي كانت المعجزة من أجله، مثل نبع الماء من بين أصابعه وسماع تسبيح الحصى في بين يديه وكلام الشجر إليه ليثبت نبوته صلى الله عليه وسلم. كل هذه المعجزات المادية انتهت حالة أن حدثت لإثبات رسالته ونبوته، والمعجزة المعنوية أو الباقية مثل القرآن الكريم والكتب السماوية باقية إلى أن يرث الله السماوات والأرض. ولكن بين هذه المعجزات تأتي المعجزة المادية، ألا وهي معجزة الإسراء والمعراج، وهي الرحلة السماوية والأرضية التي شرف بها صلى الله عليه وسلم وتفضل بها على سائر الأنبياء. وكانت هذه المعجزة مع اختلاف السبب وما قاله العلماء في ذلك، إلا أننا نقف مع هذه المعجزة حيث النص القرآني القاطع لثبوت هذه المعجزة، ألا وهي معجزة الإسراء والمعراج. وتكلم ربنا سبحانه وتعالى في سورة الإسراء: سبحان الذي أسرى بعبده ليثبت أن الإسراء لم يكن بشخص رسول الله أو بقدرته أو بإمكانيته أن ينتقل من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى في جزء من ليلة واحدة، ولكن هو الذي حركه وهو الذي انتقل وهو الذي تصرف في الكون كما يتصرف، وهو الخالق سبحانه وتعالى. فالله عز وجل أثبت لنفسه الإسراء والمعراج، عملية الإسراء والمعراج، وهذه المعجزة كانت بقدرة الذي يقول للشيء كن فيكون. فرسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفعل شيئا في الإسراء والمعراج إلا أنه شاهد قدرة الله عز وجل، وأن الله هو الذي سخر له هذه الكائنات وأوقف الزمان والمكان وأتى إليه بالأسباب والمسببات التي ينتقل على أثرها من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى إلى حيث ما شاء ربنا سبحانه وتعالى في الرحلة السماوية إلى سدرة المنتهى، إلى أن أصبح قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى. تأتي هذه الذكرى العطرة لتثبت للدنيا بأسرها أن الإسلام هو دين العالمية ودين الأبدية، أن الإسلام لم يقف عند الأرض أو عند مكة أو عند فصيل من المجتمع أو قبيلة، ولكن الإسلام جاء للبشرية كافة كما قال له ربنا سبحانه وتعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس. ثم يأتي المعراج ليثبت أن عالمية الإسلام وأبدية الإسلام، أن الإسلام باقي إلى أن يرث الله السماوات والأرض. هذه أطروحة لابد أن يفهمها المتحدث عن المعراج. لو لم يعرج برسول الله إلى السماوات العلى وإلى سدرة المنتهى ويحدثنا حديثا صادقا عن مادة بناء السماء الأولى والثانية والثالثة وعن الأفلاك وعن المجرات وعن الكواكب، لتاهت الأمة المحمدية وتاه العالم كله بين أقاويل وأفكار للبشرية. ولكن نرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال سيدنا أبي ذر الغفاري رضي الله عنه: تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما من طائر يطير بجناحيه إلا أخبرنا عنه حبيب الله صلى الله عليه وسلم. الحديث عن الإسراء والمعراج، الحديث عن الإسراء جاء واضحا مباشرا ظاهرا في سورة الإسراء، وجاء بالتورية في سورة النجم ليثبت أن المعراج كان أيضا كالإسراء بالروح والجسد في رحلة سماوية،
فرض عليه ما فرض ورأى ما رأى ونقل إلى تابعيه وإلى العالم بأسره، لأن العلم الإسلامي متاح لكل البشرية أن تنهل منه كيفما شاءت. طيب يعني دكتور صبري، أنا يهمني أن أنا أتوقف النهاردة أمام الدعاء. يعني النهاردة الحقيقة زي ما بيقولوا كده ليلة جميلة، ليلة يتقبل فيها الله الدعاء، نفتح قلوبنا صافية في مثل هذه الليلة. يعني إيه الدعاء يا فندم اللي احنا نردده النهاردة ما بين المغرب حتى غدا؟ هي دعوة لكل الناس المحبين وكل البشرية أن الله عز وجل سيفيض على الدنيا من غروب الشمس إلى شروقها، إلى بزوغها من الفجر، بفيوضات ربانية، فيجب أن نتعرض لهذه الفيوضات الربانية كما قال صلى الله عليه وسلم: ألا إن لربكم في أيام دهركم لنفحات، ألا فتعرضوا لها. ربما تصيبك نفحة من هذه النفحات فلا تشقى بعدها أبدا. أكيد. أفضل هذه الأشياء التي تقوم بها هي الدعاء والتعرض لهذه النفحات. ونقول كما قال العلماء الأجلاء أن ساعة الإجابة قد توافقك في أي لحظة، فيجب أن نستثمر هذه الليلة المباركة وهي ليلة الإسراء والمعراج، ونتوجه إلى العلي القدير ونقول: اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى وما وارت الحجب من آلائك، يا حنان يا منان يا ذا الفضل والإحسان، صل على حبيبك المصطفى وعلى آله ومن سار على ناهيه إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك وأنت السميع، ونستجير بك وأنت المجير. اللهم استجب دعانا واشفي مرضانا ولا تخيب رجانا. اللهم انشر السلام على كل العالم. اللهم مدنا بيد الطمأنينة وانشر الأمن والطمأنينة على كل الناس. اللهم فرج كرب المكروبين. اللهم اشفي المرضى والمكلومين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين. يا رب انقطع الرجاء إلا منك، وخابت الآمال إلا فيك، واستدت الطرق إلا إليك. نحن العبيد وأنت السيد، نحن المذنبون وأنت الغفور. اغفر ذنوبنا وارحم أمواتنا وفرج كروبنا، إنك على ما تشاء قدير وبالإجابة جدير. نسألك بحق من وقف في هذه الليلة المباركة فاستجبت له الدعاء وقبلت منه العمل الصالح، أن تقبل أعمالنا وأن تبارك في أعمالنا، إنك على ما تشاء قدير وبالإجابة جدير. وصلى اللهم وسلم على خير عليه أفضل الصلاة والسلام. يعني الدكتور صبري عبادة مستشار ووكيل وزارة الأوقاف، بشكر حضرتك يا فندم ألف شكر.